متتبعي قناة انفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاسا سيتي. في الحلقة هذه غادي نهضروا على المراجعة الجزئية لمخطط توجيه تهيئة العمرانية سدو بمدينة الدار البيضاء والنواحي تاع مدينة الدار البيضاء. واش كنا في حاجة إلى هذه المراجعة هذه؟ بلا ما نطولوا في التقديم، مباشرة غننتقلوا للضيف ديالنا اللي هو سي توفيق منيب، مهندس معماري، باش يعطينا وجهة النظر ديالو في هذه قضية المراجعة الجزئية، وأيضا واش يعني تنتوفروا على الأموال باش ننزلوا هذه المراجعة إلى حيز الواقع. سي توفيق مرحبا بك. شكرا سي حمد على هذا الاستقبال وهذه المواعيد اللي ولات عندنا مستمرة. هذا الموضوع قبل ما تبدا سي توفيق، واش كان ضروري ان نديروا مراجعة جزئية لهذا المخطط، علما ان المخطط يلا درنا هذه سنوات؟ لا، هذه المراجعة ولا بد منها، وهي في الحقيقة جات معطلة لأن المراجعات تكون هو شيء التصميم تهيئة والتصور ديال المدينة دائرة مدى بعيد. احنا غادين 2030 ونشوفوا واش انتجنا او حصلنا على الأهداف اللي كنا تنتوخوها واللي عملنا عليها هذا التصميم. إذن المراجعات اليوم كاين بعد الدوافع خارجة على المغرب كامل او على القارة ديال افريقيا، اللي مثلا كاين عوامل مغربية داخلية من ناحية ديال البيئة ومن ناحية ديال المناخ، هادو تاخذهم بالاعتبار. ويمكن لك مثلا تفكر بانك خصك دير واحد الغابة اللي تتنتج تتمص الكربون مثلا. إذن هذه خصها تكون تدخل في التصاميم وفي المناطق اللي غادي تخصص. كاين دوافع اخرى اقتصاديه، كاين مناطق خصصناها للصناعات، للشبكة، كل حاجة. كاين واحد المراجعات مع الموارد اللي عندنا أو ناقصنا، غادي نمشيو بواحد السرعة أو غادي نمشيو ببطء على حسب الإمكانيات ديالنا. الأهداف دابا ديال المراجعة وهي نعالجوا اللي متمكناش نوصلوا ليه كهدف او وما تقولوا بانك كاس العالم وحدث كاس العالم 2030 هو اللي عجل بهذه المراجعه هذه. يعني لولا كاس العالم كنا غنبقاو غاديين بطريقه عاديه حتى حدوث 2030. كاس العالم لعب الدور ديالو وكاين عوامل اخرى، لأنه دابا المغرب مفتح على إفريقيا وعلى أمور جديدة، على اقتصاد مع الدول الإفريقية والتنمية ديال الجنوب ديال المغرب. إذن هاد العوامل كلها تتلعب واحد الدور ديالها باش تسرع المجال الاقتصادي والمجال. ولكن شنو انعكاسات على مستوى الدار البيضاء والنواحي تاع الدار البيضاء؟ انفتاح المغرب على افريقيا ولا لا؟ دابا الدار البيضاء بمثابة اكبر مدينة في المغرب ومدينة في افريقيا كبيرة بالنسبة للمدن. إذن هذا التمركز وهذا النتيجة ديال العمران والزحف العمراني اللي تيوقعوا في هذه المدن الكبار خاصها مراجعات، خاصها كل واحد الانجينيوري خاص بها، وخصها لا سيما انها تتصنع الانسان وتتنمي. وفي هذه المراجعه تمشي تتشاور معكم انتم كمهندسين باش تعطوا وجهه النظر ديالكم في المساله. احنا كمهندسين بالنسبه لنا المدينه خصها تتحرك، والمراجعات ما كاينينش غير في التصاميم ديال التهيئه، مراجعات خصها تكون في الثقافيه، تكون بيئيه، كل شيء يجي خصنا نراجعوه ويكون عندنا واحد الحصيله. لو شي تشاور ديالكم في هذه القضيه تاع لي ستوك هذا؟
التشاور كان حصل واحد التشاور مهم في 2015 ان الولايه حضرت المهندسين وصبحوا مسؤولين على التصور وعلى التهيئه وعلى وكيشاركوا لا بالدراسات ولا بالمسؤوليه الرؤيه هي الرؤيه ديال اللي خصها تكون عندنا. ودابا هذا العصر ديال العولمه وديال السرعه، اذا احنا مطلوبين باش نراجعوا، ولو ما كانش عندنا واحد ولو ما كانش مسجل زمنيا غادي نمشيو ليه وغادي نعاودوا واحد المراقبه ديالنا. وملي تنقولوا المراجعه راه خصنا نقولوا المراقبه، وخصنا نقولوا التسيير، وخصنا نقولوا التتبع. حيت الا كان التسيير والتتبع والمراقبه جيده، واحد الانجينيوري اللي كان عند المدينه ديال الدار البيضاء وفقدته، انه الجماعات مكلفه بالتريتوار ديالها بالاراضي ديالها بالمنطقه ديالها، وكاين الجمع في مجلس المدينه، وكاين تصور واحد، ولكن كاين حضور ديال دابا مثلا كاين الشركه ديال الاجبال ياك. شركه الاجبال راه من المؤشرات ديال واحد المدينه فين واصله المستوى ديالها، انهم عندهم اليوم حتى التكنولوجيا اللي خصها تكون. اليوم تنفكروا في هذوك النفايات كيفاش يتدفنوا، كيفاش يكون عندهم واحد التكنولوجيا ديالهم. واخا دابا في السدو هذا والمراجعه كاين مجموعه تاع المشاريع اللي غتعرف في مدينه الدار البيضاء، ولكن الاشكال اللي مطروح واش كاين الاعتمادات الماليه باش نديروا هذه المشاريع هذا، ولا غتبقى غير في الاوراق تاعيها؟ يعني بغض النظر عن الملعب الكبير تاع بن سليمان اللي هي مرصوده له اموال وكاس العالم وهذا، ولكن باقي المشاريع الاخرى الايروير والمشاكل تاع التنقل، واش تقدر تخرج في السنوات المقبله وتضمن هذه المخططات؟ دابا تتسمى بالفرنسيه تنقولوا لا ميزانيفو. لا ميزانيفو راه ما يمكنش كدير تبني الملعب ديال بن سليمان وراك نجحتي وجدتي راسك. الملاعب كلها وحنا في صدد انه ندخلوا لواحد المستوى عالمي وافريقي مهم، ونبرهنوا على الفرص اللي تنساهموا فيها حنايا، وخصنا امكانيات الابناك راه تبعنا، البنك العالمي، كلهم هادو يتبعونا، خصنا نكونوا حنا عندنا طموحات. المغاربه براسهم كافريقيين وكمغاربه عندهم طموحات، اذا تيجيو يدعمهم ويجيبوا امكانيات، وخصني هنا تكون واحد الثقه ياك، ثقه بالشؤون والتدبير المالي، لان ما يمكنش لك غادي تجي وتحط دابا الدار البيضاء عندها واحد الكريدي مثلا، عندها كريدي مع البنك العالمي ومعروف هذا، وعندها واحد البرنامج الزمني اللي تيضبط السنوات المقبله من دابا 3 سنين، من دابا 6 سنين نوصلوا حتى نوصلوا للمطاف ديال 2030، ونوصلوا لديك الاهداف اللي باغيين نربحوا منها حنايا، لا في الانفراستركتور ديال المدينه ولا في لا ميزانيفو ديال جميع المركبات ثقافيه رياضيه. يعني توفر السيوله الماليه ما خصش يكون عند جهه ماشي عند جهه دون جهه، يعني كل شيء خصو يتدخل. اذن ملي تنقولوا دابا على الامكانيات والموارد الماليه راه تنفكروا فيها في ثلاث طبقات، غتنشوفوا خصنا تكون متوازنه، ماشي غادي نصوبوا الهيكل الرياضي ديال الدار البيضاء وديال المنطقه ديال في مناطق في المغرب، غادي نصوبوه ثقافيا، غادي نصوبوا الانفراستركتور، غادي وهذا واحد القفزه اقتصاديه وفرص ديال الشغل، لان حنا عندنا دابا واحد الطلبات كثيره وشباب كبير كثير
وكيفاش غادي والعديد من المسؤولين اللي تدافعوا على هذه المشاريع تيقولوا بان وجه الدار البيضاء غيتغير وغتشاهدوا التغيير دابا يعني في السنوات القريبه المقبله. واش انت متفائل معهم بهذه الرؤيات؟ خاصه على مستوى المدينه وعلى محيط مدينه الدار البيضاء، خدنا بوزكوره، خدنا ديونا، خدنا سليمان. دابا المدينه بدات تقدم ملي غيروا المنطقه ديالها، الجهه ديالها، الجهه ديال الدار البيضاء الكبرى دابا راك تعرفها كيفاش ولات، هي اللي عطات الفجوه وعطات الامكانيات. ومن تنهضروا من الجديده حتى بن سليمان راه عندنا منطقه وتندخلوا للشاويه وهذا، وعندنا كيفاش نخططوا لهذه المدينه ونجيبوا لها الموارد اللي كما هي عطات الموارد بالقلب ديال المدينه، كان فيه الميناء وكان فيه الصناعه وكانت تتفرق الموارد على المغرب. واليوم ما يمكنش نخليوها الدار البيضاء، راه خدينا الكريدي تنقلبوا على تصاميم ذكيه وواحد تهيئه ذكيه ديال المدينه، وغادي نوصلوا ليها، غادي نوصلوا ولو انه كاين تعطلات وكاين اعترنا بزاف المرات، ولكن اليوم راه ما عندناش في الحقيقه شي خيار من غير نتقدموا بالمدينه وننجحوها وتعطينا الفوائد ديالها من ناحيه ديال الشغل، من ناحيه ديال الانسانيه والاجتماعيه. لان التعايش هو الهدف الاول ديال التصور وديال ديال التهيئه، وباش الناس تصبحوا في واحد المساواة والتعايش وواحد الكرامة. هضرتي على التوسع تاع جهة الدار البيضاء، ولكن الملاحظ هو ان باقي التركيز على مدينة الدار البيضاء، باقي الاهتمام على مدوات الجامعات المحيطة على الدار البيضاء. اذا هضرنا مثلا على مناطق اللي بعيدة شوية كاين شوية الخصاص، خدنا مثلا 16، خدنا سيدي بنور، خدنا هاد المناطق. فعلا دابا خرجنا على التوج المخطط تاع توجيه اللي هو يعني غير الدار البيضاء والمدن المحيطه بالدار البيضاء هي المحمديه. هذا السؤال في محله، لانه كنا قلنا قبيله خصنا مستويات ديال التصورات، وخصنا واحد الهندسيه الانجينيوري اللي كتليق بهذا العصر ديالنا وبهذا الواقع ديالنا اللي تنعيشوا. خاص نعرف من سيدي بن نور حتى لبن سليمان، نعرف اش خاصنا كيفاش عندي الصناعات، عندي جامعات، عندي اقتصاد، عندي ثقافه، عندي رياضه، كل شيء هذا الشيء خصو يكون بواحد المقاربات اللي صالحه. مثلا عندنا اليوم الاكاديمي ديال كره ديال، ولكن خصنا اكاديميات اخرين اللي تيتماشاو في ميدان اكاديمية كره القدم. كاينه ديال كره القدم، ولكن كاين الاخرين تخصهم الدعم، وهذا الشيء كله تيتسنى الدعم. وعندنا الفضاء، نعنيو الارض، الارض موجوده، وكيفاش خصني نكون انا عندي الذكاء كيفاش نحولها الموارد، ماشي نحولها موارد تستافدوا منها غير لوبيات العقار. هنا كاين ناخذ واحد المناطق ونقول هذه مخصصه الدعم ديال المدينه وديال الافق ديال 2030. هضرنا على لوبيه العقار، بعض الناس يقولوا، بعض الاصوات تقول بان كفى من السكن على مستوى مدينه الدار البيضاء والمحيط تاع مدينه الدار البيضاء، يعني خاصنا مشاريع اللي كما قلت تنمويه، مشاريع ثقافيه، رياضيه، اقتصاديه، يعني السكن بركه علينا. ولكن في نفس الوقت كاين واحد الطلب اخر على السكن بالنسبه للمواطنين تاع الدار، كيفاش نحققوا هذه الازدواجيه؟ كاين طلب، لانه راه كاين واحد الهجره مستمره. دابا الانسان راه شوف غير هذا الحديث الاخير ديال الزلزال، كيفاش لا يعقل كاينين دابا الديور مصوبين محطوطين في واحد الجهه ما مستعملين، وحدين اخرين جالسين في الخيمات. دونك كاين امكانيات خاصها تصلح، خاصها الانجينيور، خاصها هذاك التقسيم الذكي، ماشي تقسيم غير اداري. واش يمكن القايد والباشا
والمقدم يسيروا منطقة. ما يمكنش خص الانجينيوري خص الهندسة والمهندسين وخص المسؤولية ويكون واحد التصميم ديال التدبير ديال هذيك المنطقة وديال الجبال وديال الشاطئ وديال كل حاجة عندها الانجينيوري ديالها وتنتمكنوا منها. هدرت على المتابعة والمراقبة. من الأعطاب اللي تعرف التصميم تاع التهيئة على مستوى مدينة الدار البيضاء هو أن ما تتحطش كما تم الاتفاق عليها. يعني هذه مسؤولية من؟ هذه دابا تتعرف بأن تصميم تهيئة راه ما بين الوزارات كاملة وكل واحد عنده الكلمة ديالو في الميدان ديالو في الاتجاه الصالح اللي تيقدم والدراسة اللي والدراسات اللي خصو يعمل. لان انا لو بغيت ننمي مثلا الفلاحه راه خصني واحد استراتيجيه اللي تجمع ثلاثه اربعه ديال الجهات. حنا في المغرب كاين 12 جهه وما دابا مازال ما كاينش هاد الهندسه الجهويه انه وهذاك الضعف اللي كاين في هذه الجهه تنعالجو مع جهه اخرى باش تخلص توازن وفي نفس الوقت الموارد تنخططوا لها وتنعملوا لها الاولويات. والمغرب تنعرفوا بانه الطاقه فاكتوره كبيره تيأديها المغرب كل سنه ومازال ما وصلناش لواحد المستوى ديال الاستهلاك الذاتي ديالنا في الطاقه. ولكن شكون كما قلت السؤال شكون تيتحمل مسؤوليه عدم احترام تاع التصاميم التهيئه؟ شكون تيتحمل المسؤوليه؟ يعني التصميم التهيئه تيستغرق وقت تيستغرق امكانيات ماديه معنويه وفي الاخر ربما ما يتمش الانزال كما تم الوضع ديالو. شكون هنا تيتحمل المسؤوليه؟ شكون؟ واش منتخبين وسلطه محليه واش حكومه ولا دابا كاين هذه المسؤوليه هذه حيت ما مركزاش في مكان واحد تنفلت منها انا كاداري وتتفلت منها انت كجماعي كمنتخب شكون احنا خططنا. ولكن اليوم احنا غاديين باش نمحيو هذاك العجز اللي عندنا في التسيير وفي القرار ومن بعد باش نكونوا عندنا واحد مسيرة ديال النجاحات. راه ما تنجح الا الا اتفقوا الاطراف كلها وخاص المهندسين بصفة عامة ماشي غير لي زارشيتيك. المهندسين يلعبوا الدور ديالهم. دابا العدد ديالهم هو بدا تيكبر. هما عندنا لي توبوغراف عندنا لي انجينيور عندنا لي جيولوج عندنا المهندسين المعماريين. ملي غادي يوصلوا لواحد المستوى غادي يلعبوا الدور. قلت مسؤولية تاع المهندسين. غنمشي واحد كسؤال اخير هو المهندسين الواحد انهم بعاد على السياسة وبعاد على الحضور داخل داخل المجالس المنتخبة والمجالس الجهوية. مهندس سياسي مهندس نعني سياسي خصو يفكر 360 وخصو يعرف البيئة ويعرف الإنسانية ويعرف الماتيماتيك ويعرف الجغرافية كل شيء هادشي. راه دابا تنقول انا بانه واخا السياسه ضعيفه في البلاد اليوم حيت خص الهندسه تسبقها. ملي المهندسين يجيو يخططوا مزيان والتصور والبعد حاضر الاخرين غادي يمشيو مع الخطه. يمشي مع الخطه غادي ينجح عليك غير 80% ولا 90% راك مزيان. وعندنا فرص اليوم لا الموارد البشريه والانجينيور ولا الموارد الماليه ولا الفرص اللي مفتوحه. خصنا هذا الموعد ما نضيعوش موعد 25 موعد 30 باش من بعد تيتسنانا 35 اشنو درنا نجحنا وجيل او جوج ديال الاجيال
اجي نتحاسبوا معكم شو نجحتوا ولا لا. شي توفيق. شكرا جزيلا على الدعوه درنا مرحبا. وهذا خصنا نفكروا جميع في الحلول اللي تتسنانا من بعد ما عشنا مشاكل. وهذا نتمنوا خير ان شاء الله متتبعي قناه الفاسبريس. الى اللقاء فرصه قادمه وحلقه مقبله من برنامج كاسيتي.